مساء الخير واهلا بكم في حوار القاهره. بمجرد فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيه وافق على انشاء بيت الزكاه المصري، وتم اعداد مشروع قانون للبيت واحيل الى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوله لمراجعته بما يتفق مع الدستور، واحيل الى مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لاصداره من رئيس الجمهوريه. مشروع القانون ينص على أن بيت الزكاة والصدقات له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف الأزهر ويتولى مهمة تلقي أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية وتنميتها وصرفها في مصارفها الشرعية حسب الأولويات. في حلقة اليوم سنعرف ما هي طبيعة هذا البيت، هل سيكون جمع الزكاة اختياريا أم إجباريا، وما مصير الضرائب في هذه الحالة، هل تغني نظم الضرائب المعاصرة عن نظام زكاة المال أو العكس، وما هو موقف غير المسلمين، وما هي أولويات صرف الزكاة، وهل تكفي زكاة وتبرعات المواطنين لعلاج الفقر وألاف المرضى الذين نشاهدهم في إعلانات رمضان. مناقشات كثيرة في هذه الموضوعات وغيرها، لكن بعد الموجز. حوار القاهرة مع هشام سليم. أهلا بكم مرة ثانية في حوار القاهرة. حلقتنا النهاردة عن مشروع إنشاء بيت الزكاة المصري، وهل يتعارض مع نظام الضرائب أم يتكامل؟ وقبل أن نبدأ المناقشة يسعدني أن أرحب بضيوفي في الاستوديو، عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبد الله النجار. أهلا يا فندم. أهلا بك. وأستاذ المحاسبة المساعد وخبير الضرائب الدكتور نبيل عبد الرؤوف. أهلا يا فندم. الدكتور عبد الله، نعم، إيه طبيعة بيت الزكاة، خاصة إن مشروع القانون ما لم يوضح شيء عنه؟ نعم. وعلى من تفرض الزكاة؟ طبعا هو بيت الزكاة بيت حديث ولد بموجب القانون الذي أنشأه وتحدث عن طبيعته من الناحية القانونية، وأنه هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ومعنى ذلك أن له كيان مستقل عن الأشخاص الذين يعبرون عنه أو الذين يمولونه. صحيح الأزهر الشريف هو الذي يتولى التعبير عنه باعتبار الولاية، لأن كل شخص معنوي إذا تصورنا أنه عبارة عن مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال، فإن هذا المجموع لا بد أن يكون له من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية شخص يعبر عنه، بيبقى هو الولي. إذا تصورنا أن الولاية يمكن أن تفرض على إنسان طبيعي، فالصندوق أو البيت يولى عليه من يعبر عن مصالحه وعن المقاصد الذي أنشئ من أجلها. وكون إن هو شخصية مستقلة معنى ذلك أنه أصبح الآن بيطلع بعبء شرعي زي ما وضح القانون. هذا العبء بيقوم بجمع أموال الزكاة والصدقات والبر والوقف وغير ذلك من أبواب الخير التي يريد المتصدقون وفاعل الخير أن يقدموها للناس حسبة لله عز وجل وتقربا إليه بأموالهم، فبيتولى جمع هذه الأموال وإنفاقها في المصادر الشرعية أو في وجوه الإنفاق الشرعية المحددة في القرآن الكريم. بيت الزكاة بالهيكل القانوني الذي أنشئ به الحقيقة بيؤدي دورا مهما جدا في الحياة الاقتصادية وفي الحياة الاجتماعية، وبيقوم على عدد من المصالح الشرعية المعتبرة، وذلك مثل ثغر التعليم يمكن أن يقوم به هذا الصندوق أو هذا البيت، كذلك أيضا الإنفاق على الصحة يمكن أن يغطي هذا البيت جزء كبير منه ويرتقي بهذه الخدمة. وإذا قلنا إن التعليم بيحفظ عقول الناس والصحة بتحفظ حياة الناس، فدي تعتبر يعني أسباب للإنفاق الشرعي من أموال الزكاة. وربما يجمعها قول الله تعالى وفي سبيل الله. إذا تصورنا أن الفقراء أيضا بحاجة إلى من يعاونهم ويأخذ بأيديهم حتى تتحرر إرادتهم وحتى تتحرر كرامتهم من أن تكون تابعة لأحد غير الله عز وجل، أو ولاءهم وإيمانهم يكون بالمجتمع الذي يعيشون فيه، إذا أردنا أن نحررهم من التبعية للغير فلا بد أن تكون لهم موارد معيشة كريمة يمكن أن يحقق هذا الصندوق أو هذا البيت، لأن البيت لن ينفق أمواله على القادرين أو على
الذين يعني بلغوا حدا من الثراء، وإنما سيأخذ من هؤلاء الأثرياء الذين يبذلون أموالهم وينفقها في هذه الموارد. فده شيء مهم جدا جدا أن يبحث عن المستحقين ويؤدي لهم ما يستحقونه. فيه أمر مهم جدا جدا يجب أن نتنبه له، أن هذا البيت سيطهر المجتمع من مجموعة من السلوكيات الخاطئة التي ارتبطت بجمع الزكاة والصدقة، وهي ذلك التسول، ظاهرة التسول التي أرقت العالم والتي نراها صباح مساء في الإشارات وعلى قارعة الطرق، أن أناسا يتصنعون المرض ويتصنعون العجز ويتصنعون الفقر ولا نعلم هويتهم، يأخذون هذه الأموال وينفقونها في وجوه إنفاق لا ندري مدى مشروعيتها. وكثير منهم، تعتبر زكاة ولا صدقات؟ والله هي ناس بيأخذوا من الزكاة، بعض الناس بيختلف عليهم أمر الزكاة وأمر الصدقات لأن المسمى واحد، لكنهم يكثرون في شهر رمضان إيمانا منهم أن شهر رمضان هو الموسم الذي اعتاد الكثيرون أن يخرجوا زكاة أموالهم فيه، فبيستأثروا على أكبر قدر من هذه الأموال ويبددوها في وجوه إنفاق ربما تكون في المحرمات أو على الملذات أو على وجوه الانحراف المختلفة، وده باب من أبواب الشر بيرتبط بمصدر من مصادر التمويل في المجتمع وركن من أركان الإسلام، فبيحرفه عن مساره الصحيح وينحرف به إلى هذا المسار. بس هل ده بيوصل لمبالغ كتير ولا بتبقى حاجات بسيطة؟ لا، كثيرة جدا جدا كثير. أنا فيه أناس ضبط كثير من المتسولين يبنون أبراج من هذه الأموال، وربما مات بعضهم ولا يوجد له وارث ويترك هذه الأموال الكبيرة، وحالات كثيرة جدا جدا وجد من المتسولين أو من يجمعون الأموال في المساجد من بعض العمال في المساجد، وكذلك أيضا بعض المتسولين بيأخذوا هذه الأموال ويحصلوا مبالغ كثيرة جدا جدا تكتنز هذه الأموال، وربما يموت هؤلاء المتسولون ولا ينفقونها فتصبح بلا منفق بعد أن حجبت عن أصحابها المستحقين الذين تحدث عنهم القرآن الكريم وحددهم القرآن الكريم. طب على من تفرض هذه الزكاة؟ تفرض الزكاة على القادر الذي ملك نصابا من الأموال المختلفة، سواء كانت هذه الأموال أموال تجارة أو سواء كانت زرع أو ثمار أو حيوانات أو أموال سائلة، كل من ملك نصابا وحال عليه الحول، يعني لا تؤخذ الزكاة بمجرد اكتمال النصاب، وإنما له أن يستمتع بماله مدة سنة كاملة وأن يكون هذا المال فائض عن جميع حوائجه الأصلية وحوائج أيضا من ينفق عليهم أو من تجب نفقتهم عليه، وبالتالي هو بيدخل في باب الطرف الاقتصادي. الطرف الاقتصادي ان الانسان بيدفع هذا المبلغ الذي حدده الشارع بعد ان يكون قد استوفى، وبعد ان يكون اقرباؤه الذين تجب نفقتهم عليه قد استوفوا حقوقهم، وبعد ان يكون قد قام بكل ما يتطلبه في حياته الخاصه وعلى نحو كريم. هذا القدر اذا زاد عن حده او اذا زاد عن هذا الذي يحتاجه وظل في حوزته لمده سنه دون أن ينتقص مقدار النصاب منه، لأنه في هذه الحالة يجب أن تخرج منه الزكاة. الزكاة كما قلت ستقينا شر التسول الذي نراه في الإشارات، وأيضا شر التسول الذي بدأ يظهر في الشاشات. تمام. إن احنا كل مجموعة عاملة صندوق هنتكلم عنها بالتفصيل يا دكتور، كل واحد جايب لي العيانين وجايب لي المرضى وواقف يتسول بيهم، هذه مسألة مش المرضى بس والعيانين يا فندم، مهينة. هنتكلم في ده بعدين يا دكتور. حاضر. دكتور نبيل، عاوزين نعرف تفاصيل نظام الضرائب في مصر، كم عدد الضرائب وعلى من يتم فرضها؟ احنا في مصر يمكن اذا ما كناش رواد فاحنا رواد في النظام الضريبي، وده من سنه 39. فمصر عرفت نظام الضريبة على الدخل اعتبارا من سنه 39، ويمكن قبلها بشهور اشهر بسيطه من اواخر 38، ولكن القانون الفعلي كان قانون 14 لسنه 39. قبلها كان في من عهد محمد علي والخديوي اللي بعده ضرائب على الأطيان، على في صورة رسم مال أو فيما شابه ذلك يعني. ولكن الضريبة على الدخل بدأت من سنة 39 حتى آخر قانون صدر سنة 2005. خلينا بقى دلوقتي نتكلم بقى دلوقتي، الضرائب بتتلم إزاي وكم عدد الضرائب قد إيه؟ كم نوع وعلى من يتم صرفها؟ عندنا من النظم الضريبيه اللي موجوده في مصر في نظام للضريبه على الدخل، وده على الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريه. الاشخاص الاعتباريه اللي هي الشركات والهيئات وخلافه، سواء كانت أشخاص مقيمة في مصر أو أشخاص غير مقيمة ولكن لها منشأة دائمة في مصر. عندنا كمان نظام للضريبة على المبيعات، وهو النظام العام والأشمل
لما بعد كده ما يتم تطويره إن شاء الله هو الضريبة على القيمة المضافة، هي أحد صور نظام الضريبة على المبيعات. وإن كنا بالفعل مطبقين جزء من نظام الضريبة على القيمة المضافة ولكن ليس بمفهوم الكل، ولكن عندنا نظام للضريبة على المبيعات. النوع الثالث هو ضريبة الدمغة، الرابع الضريبة العقارية اللي اعتمدت من سنة 2008 وجاري تفعيلها اعتبارا من 1/7/2013. وعندنا اخيرا ضريبه خاصه بضريبه الملاهي او ما بيسمى بالاستهلاك الطرفي الخاص بالمحل الخاصه بالملاهي. مجموع الضرائب اللي بتحصل من دول مجمعه ضريبه على سلع كمان ما هي الضريبه على السلع اللي هي ضريبه المبيعات. المبيعات دي ضريبه غير مباشره، اما الضريبه اللي على الدخل ضريبه مباشره، اما الضريبه اللي على الضريبه العقاريه دي بتمثل ضريبه على راس ماليه او ضريبه على الممتلكات. مجموع الضرائب دي كلها لو خدناها على مدار السنين بسلاسل واحنا راجعين للخلف هنلاقي ان اخر ميزانية اتختمت في 30/6/2014 الحصيلة اللي كانت متوقعة حوالي 287 قد تكون مليار، قد تكون وردت هذه الارقام او اقل قليلا، ولكن هو ده اللي كان متوقع ان يجي وليس مستهدف. المستهدف كان 351 في الموازنة بتاعت السنة اللي فاتت اللي انتهت في 30/6/2014. بدأنا موازنة جديدة اعتبارا من 1/7 السنة دي 2014 تنتهي في 30/6/2015. الرقم المستهدف فيها 364، وده رقم يعني يزيد عن اللي تم تحصيله بالفعل بحوالي 27 مليار، يعني بما يعادل زيادة ما يقرب من 26% لـ 27%. الزيادة دي قد تكون زيادة متوقعة لزيادة معدلات النمو داخل معدلات النمو الاقتصادي داخل المجتمع المصري وخروجنا من حالة الكساد اللي موجود إلى حالة رواج، قد تكون مرحلية ولكن ده الأمل المستهدف، ويقع العبء الأكبر على الإدارة الضريبية في تحصيل هذه الأرقام. ولكن على الأقل إذا وردت الأرقام المماثلة للسنة السابقة 287 فإحنا عندنا متحصلات من الضريبة مباشرة وغير مباشرة ورأسمالية متمثلة في الضريبة العقارية ما يقرب من 287 أو 280 أو 290 ما يقرب من كده، ده الفعل اللي هو إيه حصل عندنا. إذا جه الأمل في المنشود اللي هو 360 يبقى ده أمل كبير جدا، ده بيساعدنا في تحجيم حجم العجز اللي موجود في الموازنة اللي هو إحنا اتقدمت به الموازنة الحالية اللي موجودة فيها عجز 240 مليار. وده اللي بيدي دايما سؤال لمسؤول المالية، سواء كنت حضرتك اي سين من الناس اكس اني اكس يعني اي اكس موجود، بيقع امامه مشكله كبيره جدا ان هو عنده في بنود اساسيه للانفاق زي الاجور زي الفوائد زي الدعم. الثلاث بنود دول اساسيين ما تقدرش تخلى عنه، ما تقدرش تدفع مرتبات للعاملين في الدوله، تقدرش تدفع دعم على بعض السلع الغذائيه او منتجات طاقه بما فيها الكهرباء وخلافه، ما تقدرش تدفع الفوائد اللي هي على الاقراض على القروض اللي انت حصلت عليها من الداخل ومن الخارج، وإلا تصنيف الائتماني هيبدأ يندرج إلى أسفل. ثلاث بنود دول لوحدهم من الأرقام اللي واردة في الموازنة العامة للدولة مجموعهم 639 يعني 640، لو قسمناهم على 12 شهر يبقى هو لو باعتبار إن احنا كله متساوي يعني مفيش أشهر بتزيد عن أشهر، يبقى مطلوب منك كمسؤول مالية 53 مليار شهريا، في حين اللي مفترض يجي لك من الرقم اللي انت توقعته بطموح عالي، يعني انت عملت كرياتيف لتوقعاتك كمان قلت ان هيجي لي 30. هل كل المصريين خاضعين للضرائب ولا كل المقيمين؟ احنا كان عندنا يعني مفاهيم يعني فرض الضريبه ما فيش حد لا، هي مفاهيم فرض الضريبه دايما بتعتمد على بتاخد اني معيار، بتاخد الاقليميه اللي مقيم ولا بتاخد الاعتبارات الجنسيه المصري ولا بتاخد الاعتبارات عالميه الايراد ولا المصدر الدخل، في اكتر من مفهوم في بتحكم الماليه العامه. فاحنا اعتبارا من سنه 2005 كنا بنطبق يعني على المقيم الفقراء ومحدودي الدخل ما بيدفعوش ضرائب. ما هو الفقير ده مين؟ اللي هو بيزاول نشاط تجاري ام صناعي ام حاصل على دخله من المرتبات ام من ثروه عقاريه؟ احنا عندنا شريحه معفيه لحد 5000. من دخله اقل من 5000 غير خاضع للضريبه. من كان دخله في حدود 12000 وموظف لا يخضع للضريبه على الدخل. فده يعني ده 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 حد موجود بما يعادل 1000 جنيه قد يكون قليل جدا لحد الكفاف لمستوى المعيشه، ولكن كل جنيه انت بتحجمه من الايراد عن خضوع للضريبه فبيعادل منه السعر الاولي اللي هو 10%، لان احنا اول سعر عندنا يبدا من 10 ينتهي ب 20 حتى سنه 2005 اللي كنا بنفتخر بيها ان احنا خفضنا سعر الضريبه من 40 او 32 الى 20. ولكن اذا سمحت لي ان هذا السعر اتحركنا بيه لاعتبارات
مصيرية خدناه في 2011 تحركنا بيه إلى 25% لما يزيد دخله عن 250,000. تحركنا فيه بعد كده السنة دي في 2013 ل 25% قاطع على جميع الأشخاص الاعتبارية. تحركنا فيه تاني في 2014 ب 5% ضريبة إضافية لمن يزيد دخله عن 1,000,000 أيا كان نوعية صاحب هذا الدخل، شخص طبيعي أم اعتباري. تحركنا فيه كمان بالقانون الأخير تعاملات البورصة أو الضريبة على تعاملات البورصة بضريبة الدخل، بضريبة على التوزيعات 10% وضريبة على الأرباح الرأسمالية 10%. تمام. أنا عاوز أسأل سؤال دلوقتي، إيه الفرق بين فريضة الزكاة ونظام الضرائب؟ إيه الفرق؟ هل يمكن أن تغني أحدهما عن الأخرى؟ السؤال موجه ليكوا أنتوا الاثنين. تفضل دكتور عبد الله، تفضل ورد الأول. تفضل. يعني أنا أتصور أن الزكاة لها وجوه إنفاق يعني ربما تختلف عن الضرائب أو المال العام الذي تحصله الخزانة العامة، باعتبار أن هذا المال بينفق على الطرق وعلى المشروعات ذات النفع العام التي يعود نفعها على المجتمع ككل، ومنهم أيضا الفقراء والمساكين. الزكاة دي بتعتبر فريضة مالية بتجب لشرائح معينة أو لتغطية العجز الاقتصادي في فئات محددة، ربما تحتاج إلى هذا التدعيم الخاص زائد على الدعم العام الذي يأتي من الضرائب ومن الموارد العامة التي تجبيها الدولة أو التي تأخذها الدولة. فأنا أتصور أن كل واحد من هذين الفرضين الماليين، الفرض الديني والفرض الوضعي، بيكمل كل واحد منهما الآخر، ولا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر، لأن الضريبة العامة أو الموارد العامة بتنفق في مستشفيات، في مدارس، في تعبيد طرق، في غير ذلك اللي احنا بنسميه المشروعات العامة أو المشروعات التي تهم المجتمع. هذا الإنفاق ربما لا يأخذ في اعتباره بعض الفئات الخاصة كالفقراء الذين تحدثت عنهم الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ربما تكون النفقات العامة أو الأموال العامة التي تجبيها الدولة عن طريق الضرائب وأمثالها ربما لا تأخذ في الاعتبار هذه الفئات بالطريق المساوي أو بالطريق الأولوي، فبتأتي الزكاة لتغطي هذا القصور ولتكمل هذا العجز بالنسبة لهذه الفئات التي تحتاج إلى معاملة خاصة. ولذلك أنا لا أتصور أن يكون هناك تناقض بين الفرضين، ولا أتصور أن يكون قانون بيت الزكاة متجافيا أو متضاربا مع القوانين العامة أو قوانين المالية العامة التي تنظم جباية الموارد الموالية العامة وإنفاقها في الوجوه الإنفاق المخصصة. يعني احنا بنتكلم على 2.5% للفلوس اللي قاعدة سنة بحالها عندك وفائضة غير الضرائب، غير الضرائب، إنها دي تتوجه إلى صناديق الزكاة، هذه تتوجه إلى صناديق الزكاة لأن لها والضرائب الثانية كلها ما لناش دعوة بها، حاجة ثانية خالص. وعلى فكرة هي موارد تعتبر لا تختلف من دين إلى آخر، لأن الزكاة فرض ديني مشروع في كل أديان السماء، حتى في المسيحية تحدث القرآن الكريم على لسان نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حين قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالزكاة ده فرض لا يقال إن المسلم يختلف عن المسيحي فيه، فهي إذا قلنا إنها فرض بيفرض بقانون لا يعني ذلك أنها ستمس من الناحية الدينية أو ستجبر من الناحية الدينية غير المسلمين أو الأشقاء المسيحيين الذين يعيشون معنا على هذه الأرض، لأن الزكاة مشروعة في دينه، وبالتالي هي فرض ديني وليست فرض يعني يخص شريعة معينة أو يخص أهل دين معين، فهي شريعة سماوية بتجب على أهل الأديان جميعا بالمساواة ودون تمييز بينهم. يعني لما نقول إنها زكاة مش فرض إسلامي، لا، ده هي فرض ديني بيشمل المسلمين وبيشمل أيضا المسيحيين. تمام. وهي ضرورية ولازمة كما قلت لتغطية القصور فيها. دكتور نبيل، هو ما نقدرش نقول إن الاثنين مكملين ولا الاثنين منفصلين، لأن في بعض الدول زي دولة على سبيل المثال السعودية عندها نظامين، عندها الضريبة على الدخل وعندها الزكاة، والاثنين بيصبوا في النهاية إلى الخزانة العامة للدولة. ولكن في مصر إحنا عندنا معمول بالنظام الضريبة على الدخل هو الذي يصب في النهاية إلى خزانة الدولة، ولكن الزكاة لا تصب. أنا قابلت ناس كتير جدا في خلال حياتي العملية أفاجأ بإني يقول لي أنا حسبت الزكاة
واحد اتنين تلاتة اربعة وما يتركش ايه جزء من الجنيه ما حسبش عليه 2.5% من رأس ماله. اهلا بكم مره ثانيه. كنا بنتكلم عن تفاصيل نظام الضرائب في مصر وكم عددها وعلى من يتم فرضها. اتفضل دكتور نبيل. يمكن انا برضو زي ما بدات اكمل وجدت عدد كبير من المواطنين في مصر هو بيحسب الزكاه بيحسبها على كل جنيه عنده زاد عليه على الحول وبيحسبها باكثر من دقه عاليه جدا وما بينظرش للتكلفه اللي هيتحملها قد ايه عكس ما هو بيتعامل مع النظام الضريبي في مصر. يمكن زي ما الدكتور عبد الله اشار ان الزكاه فرض على كل مسلم فهي فريضه من اركان الاسلام الخمسه والضريبه فريضه نقديه لا تقابلها منفعه شخصيه. نظامنا في مصر ما عندناش بيت مال الزكاه يصب في الخزانه العامه ولكن الضريبه على الدخل بجميع انواع الضرائب بتصب في الاخر الى مؤسسه او النظام الخزانه العامه للدوله عكس دول اخرى زي السعوديه على سبيل المثال. طيب الموارد اللي بتصب عندنا من الضريبه على الدخل وغيرها في الخزانه العامه هل تكفي الحجم الانفاق؟ لا. فبنلاقي على سبيل المثال الموازنه والاخيره اللي فيها عجز. هل بيت الزكاه اللي انشئ جديد بقانون هل هيصب في الخزانه المصريه لسد هذه الفجوه؟ طيب مدى معامله القانون الضريبي للزكاه هيعملها ازاي؟ نجد ان القانون الضريبي من يوم ما طلع من 39 حتى 2005 اخر قانون بيعترف بجميع المبالغ المدفوعه على سبيل التبرعات باعتبارها من التكاليف واجبه الخصم. متى كانت مدفوعه لجهات حكوميه فيتم خصمها بالكامل على اي نوع من الدخل مهما كانت فيما عدا ايرادات المهن غير التجاريه لحد حدود صفر الربح. ولكن اذا كان نشاط تجاري وصناعي فبيقبل اي مبالغ مدفوعه حتى ولو قلب نتيجه النشاط بخساره. ولكن اللي مدفوعه لجهات خيريه بيعتمدها في حدود 10% وده وفقا لقانون المجتمعات والمؤسسات الاهليه. تمام. خليني ارحب برئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه دكتور رشاد عبدو. اهلا بك يا فندم. اهلا بيك. وحضرتك كنت معانا بس اتفرج علينا من بره. هو معانا على طول. ايه تعليق حضرتك كنت عايز حضرتك تعلق على اللي قاله الدكاتره؟ شوف هو باختصار شديد الاتي هل النظام دوت من حيث المبدا جيد ولا مش جيد؟ اي حاجه هتجمع اموال تقدر تخدم التنميه في المجتمع بشكل او باخر شيء طيب. هل ده ممكن يلغي الشحاتين في الشوارع؟ لا، لان الشحاتين وصلوا الى درجه بقى من الاحتراف. الدكتور عبد الله اتكلم عن الموضوع ده وهنتكلم فيه بعد كده بالظبط. فبرضه بنعقب دي انه لا متشكرين ده مش هيلغي وهيفضل الشحاتين موجودين لان الناس بتستدر عطف الناس وبالذات في رمضان وهو عايز تخش الجنه ادفع. فلا الشحاتين مش هتقضي عليهم. ايضا مساله انه هل ده ممكن يؤثر على بعض الانشطه الاجتماعيه و الانشطه اللي بتلعب دور انساني في المجتمع المصري؟ لا هيؤثر. لكن الفكره دي مش زي ايه يا فندم؟ معلش وضح لنا شويه هيأثر على ايه تقريبا يعني على الموضوع؟ حاجتين مباشرين. لو انا وانت وغيري وغيرك حطينا في هذا الصندوق يبقى مش هدي الفقراء المحيطين بيا اللي كنت بديهم، مش هدي للجمعيات اللي بتقوم بدور، مش عايز احدد اسماء، انما في جمعيات منهم تغلغلت في الصعيد المصري الفقير جدا 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 اللي بتقدر تمده بخدمات مباشره. يعني الدوله قاصره على انها تؤدي خدمات مباشره. بنسمع كتير ان في جمعيه ما بتقدر تدخل الميه للريف المصري اللي محروم من الميه، جمعيات تانية في الشتاء بتديله بطاطين و دي كلها خدمات عمليه جدا لانه الدوله ما تقدرش تقوم بالدور ده تجاه كل المجتمع. احنا النهارده فوق 86 مليون وبالتالي بلا جدال ده هيسحب من الناس دول الى قوى اخرى. ايوه الفكره قديمه ولا جديده؟ قديمه جدا قدم التاريخ. يعني هو الفكره الاساسيه بيت المال كان بيلعب دور ده، هو الزكاة مجمع وتوجه الى خدمه المجتمع ورعايه الفقراء وفي نفس الوقت عمل التنميه. انما مع التطور اللي بيتم بقى في النهارده نظام ضريبي وفي نظام زكاة وبالتالي اختلفت المساله. السؤال هل الاموال دي اخدها اعمل بيها ايه؟ ده سؤال مهم جدا. هل اعمل بيها مشروعات تنمويه واشغل ولادي واقضي وساهم على حل مشكله البطاله؟ ده دور. هل اخدها عشان احسن التعليم والصحه؟ ده دور. هل اديها للفقراء؟ في فقراء كتير كرامتهم مازال وعزه نفسهم بتأبى ان يمد ايده للاخرين، انما انا وانت وغيري وغيرك عارفين هذا الشخص اللي كان ميسور الحال انما الزمن تدحضر بيه فنديله مساعدات في الخفاء. النهارده الدور الجديد بقى الاقي يروح يخبط على الباب
علشان يدرسوا حتى يدوا له او ما يدروش، ده مرفوض. فالجانب الايجابي فيها، ودي فكره متكرره كثيرا، شيخ الازهر والمفتي اللي حضرت اكثر من لقاء مع المفتي السابق، علشان فكره ايوه يمكن الزكاه ناخدها نعمل بيها مشروعات عشان مشكله البطاله بتزيد. نعم ممكن. السؤال مين اللي يدير هذه الاموال وعنده الكفاءه انه يوظف هذه الاموال التوظيف الامثل؟ ده دور الازهر، بيلعب الدور الديني والانساني رائع، انما ان اوظف الفلوس دي بشكل اقتصادي ده مهم جدا. ليه؟ لان ممكن جدا يقول لك طب هناخد جزء من الاموال دي اتبرع لصندوق تحرير مصر على اساس انه بيقوم بنفس الدور، انه هياخد يعمل مشروعات ويشغل الشباب ويعمل طرق وخدمات واصلاحات وفي نفس الوقت بيعمل نوع من انواع التنميه. فهي المساله مرتبطه بمجموعه من الاعتبارات. هل من حيث المبدا اذا الناس ادت الزكاه في صندوق واحد وبالتالي اصبح عندي مليارات اقدر اوجهها الى التنميه، ده شيء ايجابي؟ ايجابي جدا. لكن هل انا هلغي دور الدوله ولا ده دور مكمل؟ ده دور مكمل. اذا كنا في ظل النهارده بنتكلم عن عجز الموازنه ال 240 في الموازنه الجديده 240 مليار، وفي ظل الكلام ده كله احنا بنقول ثلاث بنود فقط خدوا اكتر من كل اجمالي موارد مصر. تعرف كل موارد مصر كام؟ 549. بينما انا عندي بس الثلاث الانفاقات دول لوحدهم 640، يعني في 90 مليار فوق العكس. وانا لسه ما بترش اعمل لا تعليم ولا صحه ولا خدمات ولا ولا ولا. فعشان كده المساله صعبه جدا ولازم تدار بشكل اقتصادي جيد، يبقى اراعي فيها البعد الانساني والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي. هنرجع تاني والمناقشه ما زالت مستمره. اكثر من 5 مليارات جنيه في تقديرات غير رسميه تبرع بها المصريين العام الماضي للجمعيات الخيريه، ورغم ذلك استمر الفقر والمرض، فاين دور المؤسسات الدينيه او دور الدوله في هذه المشكله؟ هنحاول نعرف الاجابه بعد الفاصل. أهلا بكم مرة تانية في حوار القاهرة. مع بدء شهر رمضان من كل عام تظهر عشرات الإعلانات التي تدعو المواطنين للتبرع للجمعيات الخيرية التي تعالج المرضى أو توفر سبل الحياة للفقراء، وهي إعلانات تصيب المشاهدين بالألم. فأين أموال الزكاة والضرائب؟ دكتور عبد الله، أين أموال الزكاة التي تجمعها مشايخة الأزهر من كل هؤلاء المرضى والفقراء والذين يأكلون من القمامة؟ هو الأزهر طبعا كان بيتولى بقدر استطاعته أو بجهود ذاتية جمع الزكاة في الحدود التي يستطيع أن يقوم بها، ولم تكن هذه الحدود على المستوى العام أو على القدر الذي يتيحه بيت الزكاة المصري بالقانون الذي جعل جمع الزكاة مشروع قومي وليس مشروع فردي أو جهد فردي. يعني إيه بالقانون يا فندم؟ يعني اصبح قانون عام ملزم. طيب انا قواعد عامه، ما دام في قانون يبقى انا لازم انفذه. زي ما كنا بنتكلم قبل كده، ازاي هيحسب الزكاه ويصدقني ان انا السنه دي اتبرعت مثلا ب 10 سيخ للزكاه اللي اقدر اللي فضل عندي بعد سنه وكان موجود عندي، السنه اللي بعديها الكلام ده قل عندي فمش هروح ادفع هذه ال 10 سيخ، هيجي يحاسبني عليها ازاي؟ لا، ما هو الاصل ان الزكاه عباده، ومعنى أنها عبادة أنها تجب بالمبادرة الذاتية وبعقد النية لله عز وجل. طبعا. وإن أنا بأتصدق، في فرق بين إن أنا بأدفع مال مجرد دفع مال ومجرد إن أنا بدفعه صدقة. طبعا. الفرق بين الصدقة وبين إنفاق المال في الوجوه العامة النية، النية هي التي تحول العمل من العادة إلى العبادة. فالأصل إن أنا لما بروح أزكي بأقصد بإخراج المال الذي أدفعه إلى يعني لا يوجد عقوبة دنيوية. لا، عايز أقول في حاجة بقى. عايز أقول لا، إحنا عندنا في حاجة بهي الأمور، إحنا عندنا الصلاح حتى إذا يعني في عقوبة، في عقوبة أي حق من الحقوق سواء كان لله أو للمجتمع أو للفرد ثبت يجب أن يؤدى اختيارا. يعني أنا علي حق لابد أن أؤديه اختيارا. إذا جاء الشخص وقال أنا أؤدي مالي وعندي أموال كذا واحسبوا لي القدر، يعني ده هيعتمد على الشخص وضميره وضميره. لكن إذا أقر بأن عليه حقا وامتنع عن أداء هذا الحق، يجوز أن يكون هناك نوع من الإجبار الذي لا يتعدى عين المال ولا يصل إلى ذات الشخص. يعني إحنا عندنا الإجبار في استيفاء الحقوق ممكن يتسلط على ذات الشخص، وإحنا عندنا في الشريعة الإسلامية
مفيش قاعدة شرعية تقول إن أنا ألزم الشخص بأن يؤدى بالعقاب البدني، لأن ربنا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن عندي المال، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه حتى لا تأكله الصدقة. اليتيم لا يكلف لأنه دون البلوغ، وبالتالي كيف لا يكون مكلفا أمام الله عز وجل ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنمية ماله حتى لا تأكله الصدقة. الحديث يدل على أن ماله فيه صدقة. فقهاء قالوا إن المسألة هنا مسألة الوجوب العيني، يعني الصدقة أو الزكاة تجب في مال العين، في أعيان المال ذات نفسه. وبالتالي إذا كان الصغير أو غيره ممن ليست لهم آلية التصرف يملكون أموال وتجب فيها الصدقات، يبقى هذه الأموال مشغولة بحق عام لله عز وجل. وعندنا القاعدة العامة أن الحق الثابت سواء كان للفرد أو للمجتمع أو لله عز وجل يجوز أن يؤخذ إجبارا من المال وليس من الشخص. وبالتالي أنا أتصور أن يكون هناك نوع، إذا كان الحق ثابت وتيقنت جهة الاستحقاق أن هناك نصابا وأن النصاب فيه قدر فيه مقدار الزكاة وأن مقدار الزكاة قد حال عليه الحول وتوافرت الشروط الشرعية للوجوب، يبقى في هذه الحالة لا مانع أبدا أن تكون هناك جهة تضفي نوع من الإلزام على الشخص الذي تجب عليه الزكاة. لن يقال مثلا إن إحنا حنلزم المسلم ولا نلزم غير المسلم، لأن المسألة في نظري كما قلت هي فريضة دينية، والزكاة مشروعة في كل أديان السماء منذ أبينا آدم وإلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فهي شريعة دينية وليست شريعة إسلامية أو مسيحية أو يهودية. وبالتالي حيبقى نقول هنا من إحنا الزكاة بتجب بالقانون، وإحنا في مجتمع بنعيش بحكم المواطنة بدستور يسوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فلتكن الزكاة نوع من الواجبات التي يتساوى فيها المواطنون وفي الحدود التي لا يتصادم فيها النص الدستوري مع الأديان، لأن الدين كما قلت يقر هذا الحق. فأنا حين أجي ألزم بأداء هذا الأمر لن يكون الإلزام خاص بالمسلمين وحدهم، وإنما يكون إلزام للوطنيين الذين تقر أديانهم هذا الحق وتوجبه في زممهم، بشرط أن تكون الشروط مستوفاة وأن يكون النصاب مكتمل وأن يكون الشخص فعلا له مال تجب فيه الزكاة. أنا أتصور الإلزام في هذه الحدود، إنما أروح أنا أقبض على الناس أو إن أنا أجرم المسألة كما يحدث في الضرائب وإن أنا أعمل نيابة للضرائب وأعاقب. خلينا نسيب الزكاة دلوقتي ونتكلم في الضرائب بما إن حضرتك فتحت الموضوع. لا أتصور هذه المسألة. دكتور نبيل، هل هناك عنصر تكافل في النظام نظام الضرائب، بمعنى ان ناخذ من القادر ونعطي للفقير، واين اموال الضرائب من الفقراء والمرضى؟ هو مش على الضرائب بس، هو جميع الموارد العامه للدوله اللي منها الايرادات الضريبيه واخرى منح وخلافه. لا يوجد في الموازنه العامه للدوله نظام تخصيص اموال، ليست هذه الاموال مخصصه من الباب ده للباب ده، ولكن بتجمع جميع الابواب ويتم انفاقها على 6 بيبان رئيسيه، منها تبدا بالاجور وتنتهي بشراء الاصول، مروراً بقى بالفوائد ومروراً بالدعم وخلافه. مجموعة البنود اللي بيتم إنفاق في حاجة للفقراء والمحتاجين؟ ما هو جوه بقى الأجور، جوه الدعم، جوه البنود دي، جوه البنود دي بيتم. يعني بعد إذنك أنا بتكلم عن الدعم، بتكلم بقول إيه؟ الدعم والمزايا الاجتماعية ضريبة 2.9 فده كله داخل فيه المزايا الاجتماعية مع الدعم. ده ما يتخلله ضريبة 5% اللي فوق المليون، مش من حق أنا أقول انا عاوز بيجوز ادي الفلوس دي للجهه الفلانيه؟ حضرتك ان انت توجه حصيله ال 5% الضريبه الاضافيه اللي اتقررت بقانون 44 توجيهها الى اي نشاط حضرتك بتقصده او بتريده لتوجيه الانفاق من هذا، وده اول باب يبدا. طب دي ما تعتبرش زكاه برضو، ان انا بوجه حضرتك ان انا تدفع للجمعيه دي مثلا؟ لا، ما هو احنا عايزين بس ما هنفصل بين ده وده ازاي؟ ندفع للفقراء. اذا كنا احنا عندنا مصارف الزكاه في القران 8 تبدا بالفقراء، فانت لما بتيجي تنفق على الفقراء على سبيل المثال مأدبه الرحمن او اضحيه عيد او ملابس وكسوتها، الكلام ده بيتصرف على الفقراء وديا بينك وبينهم، وقد لا تعلم يدك اليسرى عن يدك اليمنى، فده صدقات، فده كل ده صدقات وليست من انواع الزكاه. إذا كنا بقى هندفع الزكاة لبيت من بيت المال اللي أنشأ كشخصية اعتبارية، هتقدر تدعم، هتقدر تعتمد في النظام الضريبي باعتبار أنها نوع من أنواع التبرعات، إلا إذا تم تعديل النظام الضريبي في المادة 23 من القانون 91 باعتبارها من التكاليف واجبة
الخاص من المبالغ اللي بتدفع على سبيل الزكاه. انا عايز اقول الحته دي اذا اضيفت. خليني بس اسال الدكتور رشاد وهنرجع لحضرتك تاني. الملاحظ يا دكتور رشاد ان الدوله كلها اصبحت تعتمد على التبرعات، حتى المؤسسات التعليميه بتنشر اعلان التبرع، فكيف يمكن استغلال اموال الزكاه والضرائب في تحقيق هذه التنميه البشريه؟ شوف انا من حيث المبدا بعرض ايه الاساس، ان الدوله هي المسؤوله عن صحه المواطن وتعليمه وحياته ورفاهيته، ده دور الدوله. لكن اذا الدوله كان عندها مشكله ان ايراداتها محدوده جدا، شعبها ما بيشتغلش، النظام الاداري مش جيد، نظام الحافز مش شاطر، ما عندكش قوانين تجذب مستثمرين، ايا كان المسببات، لكن في الاخر انت ايراداتك محدوده جدا ومصروفاتك عاليه جدا، فبقى عندك عجز. في ظل العجز ده لازم بتعمل ايه؟ زي بيتي وبيتك، بنعمل ما يسمى بالاولويات. فهنا الاولويات للاسف عندك زي ما كان لسه اخويا الدكتور بيتكلم، عندك مشكله كبيره ان في اكتر من 80% من موازنه مصر ضايعه، مصر ما بتستفادش منها بشكل مباشر. يعني زي ما بقول لك، اما جزء منها دعم وجزء منها سداد فوايد وجزء منها مرتبات، ده كله ما استفادش. انا ما بستفادش غير بحوالي 20%، هو ده اللي بيعمل منه تعليم وصحه واسكان ومرافق، وعشان كده ما عنديش لا تعليم ولا صحه ولا اسكان، لانك بتصرف عليه مبالغ ضعيفه جدا جدا جدا. طيب الناس كتير ابتدت تقول عايزين نعمل صح، عايزين نهتم، فابتدى يبقى في الدور الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني. ابتدت كل مؤسسه من دول حتى المؤسسات العلميه بتقول يا اخوانا احنا عايزين نقوم بالدور ده، الدوله مش قادره تساعدنا، من فضلكم كافراد كهيئات ساعدونا عشان نقدر نقوم بالدور دوت. بس في بعض الاحيان في كتير من الاحيان بتبقى نوع من انواع المؤلمه قوي في عرضها. يعني النهارده الناس وهي بتتفرج على الفطار في رمضان، يعني على اخر الفطار بيبقى الناس ناقص انها تعيط دم، والنبي السرطان ايه، امراض ايه، الكبد ايه، اخوانا حرام عليكم. يعني ده دور الدوله، انما زي ما الدكتور عبد الرب بيقول ايه، مشكله ان الناس في رمضان بيبقى الشفافيه عند ربنا اكتر، عندها استعداد تتبرع اكتر، عندها استعداد تقدم مساعدات اكتر، فالجامعات دي بتستثمر هذا الموقف في انها تقدر تجمع مبالغ تصرف منها مش بس في رمضان انما على مدار العام. انما نرجع تاني نقول الدور الاساسي في هذا هو دور الدوله، انما اذا الدوله قصرت خير وبركه ان يبقى في ناس او هيئات او مؤسسات بتستطيع ان تقوم بهذا الدور وتعوض دور الدوله ونقص الدوله. دكتور عبد الله حضرتك كنت يعني عايز تقول بعد اذن الدكتور رشاد، انا لا اريد ان افرق بين الدوله وبين المجتمع، انا عندي الدوله والمجتمع شيئان متلازمان لا ينفك كل واحد منهما على الاخر. فانا لما اقول الدوله مش هي الحكومه او المجتمع والحكومه النديه هذه لا اريد ان اقيمها، وانما اريد ان اقيم وحده اذا صح هذا التعبير اندماجيه اقتصاديه. الدولة هي المجتمع، لأن الدولة هي في النهاية بتاخد أموالها من المجتمع وبتقوم بواجبات لا يمكن أن تقوم بها إلا إذا دفع المجتمع أو إذا تعاون المجتمع، ودي حتى النظرية القديمة في بس يعني الدولة هي اللي بتحط. أنا عايز أقول حاجة بس عايزين نوضحها علشان المجتمع يمشي وراها. دفعت الضرائب اللي عليا، أنا عايز أقول أديت الدور ده، أنا دفعت الضرائب للدولة، والدولة دورها إنها تقدر تعمل المنظومة اللي أنا عايز أقول اللي من خلالها نخلي دكتور عبد الله يكمل كلمة. فأنا عايز أقول إن أنا يعني صحيح الدولة بتجمع الأموال بقوانين نقدر نقول حزمة القوانين الخاصة بالمالية العامة اللي هي جمع الأموال العامة وإنفاقها في الموارد الخاصة التقليدية اللي هي بتروح للميزانية وغير ذلك من تغطية وجوه الإنفاق المختلفة. أنا شايف إن الزكاة شيء ضروري جدا جدا في هذه المنظومة الاقتصادية. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أقول إن أنا لما أجي أجمع الزكاة وفي بيت وفي شخص معنوي يتولى هذا الأمر ويتولى إنفاقه، ما أقدرش أقول إن هذه الأموال في النهاية ستصب في خدمة الدولة وفي خدمة المجتمع اللي هو واجب علينا كلنا إن إحنا نتعاون في أن نقيم دولة محترمة، دولة ترعى حقوق المواطنين، دولة تقوم على التعليم، دولة تقوم على حماية الصحة في جميع المجتمعات. يا دكتور رشاد يا فندم، ده تنهض الصحة في جميع المجتمعات، لم ينهض التعليم ولم تنهض الصحة ولم تنهض المشروعات الناجحة في أي مجتمع أوروبي أو أمريكي أو غيره إلا بالجهود الفردية، الجهود التي تقوم على التطوع. ما شفناش الدولة هي الملزمة بإنها يعني أنا مش لست حكومي ولست الدولة ملزمة إنها تكون تدي المقومات إن احنا نكون بني آدم صح. ما نكون لو عندنا البني آدم الصح كل حاجة هتمشي كويس. إذا عجز أحدنا في جانب يأخذ الآخر بيده، وأنا شايف إن الزكاة
ستقوم بجانب كبير جدا جدا من جوانب الإنفاق التي ستخفف العبء على الدولة. لأن أنا لما أواجه، أنا مش هقول فقير ومسكين وكذا وكذا، أنا هقول في سبيل الله الذي يغطي الجانب الكرامة في حياة الناس المعيشية، المحافظة على التعليم. التعليم ده من أوجب الواجبات في الموارد، في النفقات التي تحدثت عنها الآية الكريمة. كذلك أيضا المحافظة على الصحة. في وقتها ناس هيقولوا يبقى الزكاة دي هتروح للحكومة. لا مش هتروح، لا هتروح للمجتمع، هتروح للمجتمع، هتروح حيث تعجز الموارد الاقتصاديه للدوله عن الوصول الى فئات. وليه تعجز يا دكتور عبد الله؟ ان مفترض نعم. الدوله ما يبقاش عندها عجز، ده الاساس. ما هي الاساس ان الدوله ما يبقاش عندها عجز. الدوله لو لقيت ان عندها عجز تعمل ايه؟ تعمل دورها علشان تعوض هذا العجز. العجز جاي منين؟ جاي من ثانيه واحده بس، العجز جاي منين؟ جاي من ان عندي ايرادات محدوده وانفاق كبير. يبقى دور الدوله ايه؟ دور الدوله انها تحد من الانفاق الكبير وتزيد الايرادات عشان تحقق التوازن. ده دور الدوله وده دور الحكومه. واذا تقصرت في ذلك يبقى تقول لي سنه سنتين ثلاثه، انما تقول لي بقى لها 60 سنه و50 سنه بتؤدي هذا العجز واستمرار هذا العجز يبقى لا. واذا اعتمدت الحكومه على الجماهير عشان تقوم هذا الدور نيابة عنها، يبقى افضل الحكومه تاتي جماهير هي تقول، ونقول الحكومه متشكرين ما تشتغليش. الاعتماد على الجماهير، ونهدى شويه وناخد فاصل، نهدى شويه. انا عندي سؤال بس ثانيه واحده، المناقشه ما زالت مستمره. هل سيظل المواطن المصري يتحمل الأزمة الاقتصادية سواء دفع الضرائب أو بإخراج، سواء بدفع الضرائب أو بإخراج الزكاة والتبرع بالصدقات؟ الإجابة بعد الفاصل. أهلا بكم في آخر فقرات حلقتنا النهاردة من حوار القاهرة، ولسه بنتكلم عن مشروع إنشاء بيت الزكاة المصري، وهل يتعارض مع نظام الضرائب أم يتكامل معه. دكتور عبد الله، إلى متى سيظل المواطن مسؤولا عن حل الأزمة الاقتصادية وإخراج الزكاة والتبرعات، خاصة أن الإعلانات اللي احنا بنشاهدها كل يوم بتعزف على مشاعره؟ مش بتعزف على مشاعره، ده بتبتزه، بس هي بتبتز القادر الذي يملك نصابا. هي ليست التزام، ليست يعني عايز أقول إن هو عبء بقدر ما هي عبء واجب. واجب بما لأن الذي يلتزم بهذه الأموال هو الذي ملك مالا يفيض عن حوائجه ويستطيع أن يساهم مع غيره. المسألة مش مسألة احتكار أو مسألة أن كل إنسان يكوش على ما يحصله من سعي في الحياة، وإنما هناك واجب اجتماعي اللي هو التكافل الاجتماعي، أن القادر يجب أن يستوعب غير القادر. ما احنا قلنا أنها بترجع للضمير يا فندم، فهل كلنا عندنا الضمير ده عشان ننفذه؟ ما هو القانون يلزم بما في الضمير، هو فائدة القانون إيه؟ إزاي القانون بيلزم ضمير؟ نعم، إن أنا هو الفكرة إزاي؟ الفكرة إذا ظلت في الضمير لا تكون ملزمة، لكن إذا قننت وتراضى المجتمع على أن هذا المبدأ الموجود في ضمير الإنسان والمستكن والذي يمكن أن يحقق نفع للمجتمع، إذا وجد أنه هو ملزم وقننه ونظمه بقانون، يبقى انتقلنا بقى من دائرة التوصيات الأدبية أو المبادئ الأخلاقية إلى الإلزام القانوني في هذه الحالة. وأنا قلت إلزام ليس إلزام بالمعنى أن أنا هاخد الناس للنيابة الضرائب أو حاجة، لا، ده أنا إلزام بيبقى على الأعيان، أعيان الأموال اللي هي تخليني أخد هذا القدر من الأموال. أنا عايز أقول حاجة بس، الميزة التي يمكن أن يحققها بيت الزكاة مهمة جدا جدا، إن هو هيحفظ كرامة المصريين من هذا التسول الذي انتقل من الإشارات في المرور إلى الشاشات. يعني أنا لا يعني لو فتحنا بيت الزكاة نعم مش نعم هنلاقي إعلانات في الشاشات بتقول تبرعوا. أنا أرجو أن يعي الناس، أن يرتقي وعي الناس بعد أن أنشئ هذا الأمر، ليكون طريقا تعف به النفوس. أنا بأحزن جدا جدا لما بأجد شخصيات عامة واقف وبجانبه أطفال يتامى أو واحد مريض ويتكلم بالألفاظ التي تبتز مشاعر الناس بطريقة يعني غير مقبولة على الإطلاق، وفي شهر رمضان وفي مواسم الأعياد وغيرها يطلب من الناس التصدق. يجب أن ترتقي الكرامة، الحس بالكرامة عند الناس إلى ما هو أسمى من ذلك، ويبقى هنا هذا الصندوق يرفع الحرج عن هذه الجد. إيه اللي يمنع أن الشخصيات العامة الكريمة التي نراها في الشاشات وبتقول للناس ادفعوا وتبرعوا للجهة الفلانية أو للجهة العلانية، ما الذي يمنع أن يكون هناك تنسيق محترم
وخلف الأبواب المغلقة يقول إحنا في حاجة إلى كذا وفي حاجة إلى أموال كذا لنرعى هؤلاء وهؤلاء. وبيت الزكاة الذي يمنع هو لماذا هذه الفضائح؟ ده ممكن وده ممكن وده ممكن. لماذا هذه الفضائح على الشاشات؟ أنا أرجو أن يرتقي وعي الناس وأن ترتقي كرامتهم عن هذا الابتزاز النفسي وعن هذا التسول الذي انتقل من الإشارات إلى الشاشات. دكتور نبيل، المواطن المصري يدفع ضريبة دخل وضريبة مبيعات ودمغة وعقار وسجائر، وهناك أنباء عن فرض ضرائب جديدة بعد العيد أبرزها ضريبة التليفون المحمول. إلى متى سيتم إرهاق الناس بكل هذه الالتزامات؟ لا، هو ما نقدرش نقول ان في مجال لحاجه جديده تاني، يعني اذا كان في تنبؤات عند حضرتك عن حاجه زي دي، ولكن في ضريبه تليفون محمول من 15 الى 25%. احنا اوريدي الضريبه الغير مباشره، ضريبه المبيعات الموجوده على فاتوره التليفون دي صدرت من هيزودوها بعد كده، لكن اذا كان هذا اللي هو الاتجاه فاحنا امام ما زلنا عجز موجود في الموازنه 240 مليار. اذا لم يساهم المجتمع بما يقوم بسداده طواعيه بالتزام طواعيه من ضريبه تجاه الخزانه العامه، فالعجز ده هيتنه موجود دائما. طب هل كله هيجي من الضرائب؟ هو ده بقى الاتجاه الفاشل اللي اثبتته جميع النظريات الاقتصاديه. طواعيه تنتبه الزاما يا دكتور. اذا كانت النظم الاقتصاديه كلها في العالم بتقول عمر الموارد العامه لن تزيد من زياده الضريبه، لان انا عندي قاعده من المجتمع الضريبي كل ما بضغط عليه باخد منه، هيجي وقت مش هقدر اخد منه لان هيبقى قدرته على السداد ضعيفه، ولكن محتاج ان انا اوسع قاعدة المجتمع، أوسع مجتمع ضريبي في الأعداد، في أعداد الممولين. إذا كنا إحنا النهاردة عدد سكاننا في مصر يزيد عن 86 مليون، وعدد ممولينا في حدود 6 مليون، يدفع منهم عدد أقل بكتير من 6 مليون اللي موجود، فإحنا أمام نسبة لا تتعدى 7% من عدد سكان مصر بتساهم في حصيلة الإيرادات العامة للدولة متمثلة في ضريبة الدخل أو ضريبة مبيعات أيا كان نوعيتها. 7% والحصيله بقى الرقم الثاني بقى اللي يكسف كمان، يعني الحصيله اللي احنا بنقدر نحصل عليها من ضريبه على الدخل لا تتعدى 7% من الناتج المحلي الاجمالي، فاحنا امام طاقه ضريبيه في المجتمع فيها هدر، محتاجين حصر المجتمع الضريبي بصوره اكبر لتوسيع القاعده. احنا في القانون الاخير قدرنا نحصر نوعين من الايرادات، الضريبه على الارباح الراسماليه للاوراق الماليه والضريبه على التوزيعات، وان كانت الضريبه على التوزيعات فيما يستثنى الشخص الطبيعي فما زالت موجوده على الاشخاص الاعتباريه، اذا احنا جوه قاعده المجتمع برضه ما توسعناش. الزياده اللي زادت دي مش كتير، ولكن الامل المنشود في زياده الموارد الضريبيه ليس في زياده الاسعار، واستاذنا يمكن الدكتور رشاد ياكد عليها لان كل النظم الاقتصاديه بره بتقول كده، ولكن في توسيع القاعده، اذا زادت القاعده فهتزيد معايا حصيله الايرادات. فانا عندي حاجتين، عندي حاله من التجنب الضريبي وعندي حاله من التهرب. اذا كان التجنب هو المشروع فالكل بيبدا يتجنب التهرب ويتجنب الضريب. طب في الزكاه، اذا كنت بدفع للدوله الزكاه هدفعها طواعيه، واذا كنت بدفعها لقريب لي او لمؤسسه انا بضمن انفاقها لجهه معنيه، هدفعها مين اكثر طواعيه، هنا ولا هنا؟ هي دي الأسئلة اللي بتتروح من بيت الزكاة. هل هيساهم في سد المبلغ العجز؟ والدكتور رشاد أشار إلى نقطة مهمة جدا، المبالغ اللي هتأتي في بيت الزكاة هل هنفقها كلها على أول المصارف وهو الفقراء، ولا هبدأ أدير هذه الأموال لمشروعات تنموية تنعكس في النهاية بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، عشان لما قارنه بالدين يبقى الناتج اعلى، ما بقوش قد بعض دلوقتي، عشان لما ادور على حجم البطاله في المجتمع اللي استوعبها يبقى اذا انا محتاج مشروعات، هل هستخدم منها اموال الزكاه ولا هستخدمها بحزم استثماريه من الخارج؟ واذا كنا احنا في هذه المرحله محتاجين دعم من الاستثمارات الاجنبيه في حين ان احنا ما عندناش اي وسيله لجذب الاستثمارات، ده احنا بنزود اسعار الضريبه. دكتور رشاد، ما تاثير الاعلانات اعلانات الزكاه واستمرار فرض الضرائب على صوره مصر الاقتصاديه؟ شوف، هو والاستثمار طبعا زي ما الدكتور نبيل بيقول. شوف، هو بس هقول ثلاث نقاط في 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 10 ثواني. طول ما عندك حجم الفقر اكبر من حجم الاموال المجمعه من اموال الزكاه هتفضل عندك مشكله الشحاتين ومشكله الشركات اللي بتعلن والجمعيات اللي بتعلن وبتستفز. الدكتور عبد الله بيقول بتستفز اكتر الاغنياء عشان يدفعوا، لا دي بتستفز الفقراء لانه نفسه يساهم في كل ده ومش قادر فبيعتصر الما بشكل فعال اكتر. فده جزء مهم جدا. وبالتالي نقطه مهمه جدا ان وانا بدفع الزكاه انا بتعامل مع ربنا وبالتالي ما بتهربش منها، بينما انا بتعامل مع الضرائب انا بدفع للدوله وبالتالي انا عندي استعداد اتهرب منها. فده الجزء الفلسفي. الجزء الثالث، هل الصوره بتبقى قاتمه قوي لما الناس حتى في الدول العربيه يشوفونا في الاعلانات دي وساعه الافطار وفي رمضان الاعلانات مكثفه بهذا الشكل؟ ده موجود في كل دول العالم،
يعني في امريكا تلاقي حاجه اسمها الهومليس، الناس اللي ما لهمش بيوت وبيشحتوا. في اليابان، انا كنت في اليابان وديت اكتر محاضره لجمعيه المراه المعيله واوا، بس هنا الدوله بتقوم بالدور الاكبر أيوة في تمويل هذه الجمعيات. بس معظم الاعلانات دي بتبقى في رمضان يا فندم، يعني الكميه بتكتر جدا في رمضان، يمكن بقيه السنه كلها بينسوها عشان ده الموسم اللي الناس عندها استعداد تطلع يعني اللي في جيبها، حتى لو ادى الامر ان يعني حتى بالنسبه للمصري انه يفتكر بس ربنا في رمضان وبقيه السنه ما حدش بيفكر فيه. دي حاجه غريبه جدا يعني. دايما نقول ايه، دايما نقول ان شهر رمضان هو شهر العبادات، وبالتالي ده الشهر اللي الناس بتلتجئ فيه اكتر الى ربنا، اللي بتصلي التراويح، اللي بتنزل الجامع، فتبقى حته شفافيه عاليه، وبالتالي الناس عايزه تقوم بالواجب تجاه ربنا اكتر، وبالتالي بتعمل الخير بمعدلات اكثر تكثيفا. علشان كده هذه الجمعيات بتحث الناس وبتستغل الفرصه علشان يقدروا يطلعوا كل اللي في جيبهم ويدفعوه حتى لو كان هو الاساس. طب ده ياثر على الخارج بره ازاي يعني؟ طبعا بلا جدال بيدي انطباع ان الدوله مش قادره تقوم بدورها، انه الفقر معدلاته عاليه جدا، ان معدلات المرض و في مصر عاليه جدا. وده فعلا صحيح طبعا بلا جدال، ان ده ما اثرش بشكل مباشر على الاستثمار. لان الاستثمار قضيه ثانيه، الاستثمار قواعد مختلفة خالص، قواعد اللعبة هنا مختلفة، قواعد اللعبة وانا بستثمر ببص لمؤشرات اخرى غير دي، ببص لعجز الموازنة، ببص لمعدلات التضخم، ببص لحجم الناتج المحلي، ببص لمعدل النمو، ببص لمعدل النمو السكاني. عندي مجموعة من الاعتبارات، السوق واسع ولا مش واسع، القدرة التصديرية، القدرة على الربحية، تحقيق الربحية، مدى تأثير الدولة ان اقدر اخرج فلوسي الارباح اللي بحققها للخارج ولا لا، ففي معايير تانية اخرى، فده ما هوش المعيار الاساسي ولا حتى غير المباشر. انما هي بس بتدي انطباع ان مصر معدلات الفقر فيها عاليه، مصر بتعاني بشكل كبير، انما لا يؤثر لا على الاستثمار ولا على التنميه بشكل مباشر. انما عشان تاثر على الاستثمار والتنميه لازم تحقق الامن والامان، لازم تصدر مجموعه من التشريعات ضامنه وجاذبه للاستثمار والمستثمرين، لازم تبتدي ترجع وزاره التنميه الاداريه اللي اتلغت، لان هي دي اللي هتقول ايوه انا بقضي على الفساد والبيروقراطيه والروتين، ولازم في الاخر تعمل حوار بحيث المجتمع كله وزارة الإصلاح الإداري تعلي شأن الدولة عن شأن المصلحة. وزارة الإصلاح الإداري والتخطيط متشكلين اللي موجودة دي إيه نعمل بيها؟ يعني هي المسألة باختصار شديد الآتي، إنه أنت في مصر النهاردة لقيت إنك لغيت الوزارة بس من الغش قوي، طب حط فسفوسة كده إيه للرجل وزير التخطيط، طب ومال بتاع التخطيط بالإصلاح الإداري؟ هو فاضي أصلاً إيه ده؟ ده عنده بلاوي قد كده. وبالتالي زي بالظبط لما جيت الست بتاعت البيئة قالت الفحم ومش الفحم، لو شلناها هيقولوا ايوه الست اللي كان بيدافع عن صحة المواطن شالوها، طب اركنوها زي المسرحية كانت بتقول رقلشها، رقيها وما تديهاش صلاحيات، اديها وزارة العشوائيات وقعدها في بيتها بلا موازنة. فده كله يا اخوانا مشكلة، بعد 25 يناير وبعد 30 يناير يا فندم مش هنشغل حاجة، البني ادم ايه الصلاحيات اللي بتتسالها، ايه الامكانيات، ايه التمويل بتتسال عشان تقدر تحقق. دكتور عبد الله، هناك اولياء اولويات لصرف الزكاة على البنود الثمانية زي ما احنا قلنا. نعم. طب ما هو مصير البنود التي انتهت مثل التحرير الرقاب والمؤلفة قلوبهم والجهاد في سبيل الله، هنعمل فيها ازاي دي؟ لا هو طبعا كل مورد كل مصرف غير موجود يبقى خلاص سقط استحقاقه ويوجه الى المستحقين الاخرين. يعني مثلا ما فيش المؤلفة قلوبهم، ما فيش موجودة الان، لان اصبح النهاردة المنظومة الفكرية او الاعلامية في الدول بتمشي بضوابط معينة، مش ليست على نمط، والامور زي ما قال الدكتور كل التلفزيونات صغير. دلوقتي بتقول احنا جايبين 8 من 8 لازم يخلوهم دلوقتي 5 من 8 اللي هو ايه التلفزيونات اللي بتقول 8 من 8 حتى برضه ده من اخطاء الاعلانات. انا عايز اقول في حاجه، ان ما فيش دوله محترمه بتتسول على الشاشات زي اللي الا الدول المناظره يا دكتور لمستوانا الاقتصادي. في اليابان الناس اللي كانوا بيناموا في الشارع بالعلب المترو، الدوله قامت ببناء عمارات له، وانا شفت الظاهره دي بنفسي، وكانوا يحاربون الدوله ليناموا في شوارع طوكيو. يعني مساله من المساله، مش مساله ايه ده تسول، مش بقى ناس محتاجين، لا ده الدوله بنيا لهم يعني مساكن راقيه جدا جدا، ولكنهم للتعود يرفضون ان يسكنوا في هذه المساكن ويناموا في العلب الكرتوني يرصوها كده بالليل كل يوم وينام فيها ويغطي نفسه. بس لو زرتهم مؤخرا تلاقي الدكتور الظاهره دي، الهوملس على مستوى فردي، تصرف فردي وليس نظام دوله. لم يوجد في اي مجتمع هذه الصوره بتلقى بهذا الشكل الجارح للكرامه الا
عندنا، واحنا تفننا جدا جدا ان بيجيبوا في بعض الاحيان اعلانات والله تستفز الانسان من ناحيه التلفظ بالامراض ومآلاتها المهلكه والمدمره، وان الياس فيها يعني هو الاساس، وان الامل فيها يحتاج، كان يعني شيء يعني الكرامه، شوف حتى الكرامه للفقير يجب ان تكون متوفره، انما انا استغل الحاجه الاقتصاديه واجرح مشاعر الناس بهذا الاسلوب. يا سيدي المرض، المرض ده من عورات الانسان، المرض من العورات التي لا يجوز ان تظهر على الشاشات، كيف يتاجر به الى هذا الحد؟ ده حتى ضد حقوق الانسان، يعني ان انا حتى اليتيم في المواسم ايام الموالد يجيب لك الاطفال من دور الايتام ويتسولون بهم ويشنعون عليهم ويجرحون فيهم، وهم المفروض بشر لهم كرامه ولهم، والمفروض ان احنا بنربيهم على ان يكونوا يعني رجال صالحين وليسوا بهذا الاسلوب الذي ينشئهم على المذله وعلى المهانه. شوف اطفال يبكوا، اطفال، التجاره بالبشر سواء كان مرضى او سواء كانوا اطفال، هذا امر لا يجوز. وانا اذا لم يكن في بيت الزكاه الا انه سيحفظ كرامه هؤلاء. وبعدين في كمان الناس اللي ما هي الحكمه ان المعنيين بهؤلاء ناس حريصين جدا جدا على جمع المال بهذا الاسلوب، هم لا يجمعون الذين يعني في النكبه، الذين المرضى واليتامى لا يتسولون بانفسهم، انما اللي بيتسول عنهم اناس بالنيابه بيعملوا اعلانات وياتون بناس يعدوا هذه الاعلانات التي تتكلف مبالغ طائله، ما هي الحكمه من وراء هذا الامر؟ ما هو الدافع الاساسي؟ هل القانون يعني هيمنع؟ انا ارى ان هذه الاعلانات وهذه المؤسسات يجب ان ينظم المال الذي تجمعه، ولن ينظم هذا المال الا من خلال جهه يروح يقولوا للناس احنا عايزين كذا، واذا وقفت هذه الجهه ضد مطلوبهم احنا هنقول لهم. تعليق صغير وسريع من دكتور، هو التعليق طبعا كلام دكتور عبد الله هايل وانا سعيد جدا بيه ومبسوط جدا بسمعه، بس هل القانون ده في احد سياق مواده او في اللائحه التنفيذيه اللي هتصدر عنه كبيت مال المسلمين عن الزكاه هيمنع الاعلانات اللي جوه التلفزيون الجارحه اللي الدكتور عبد الله قالها، هيمنع المتسولين في الشوارع؟ وعي المجتمع، وعي المجتمع يا دكتور، احنا دكتور رشاد وعي ثانيتين ثانيتين، الكلام اللي بيتقال ده حلو قوي، بس في حاله واحده، لما يبقى الأموال المجمعة أكبر من حاجة هذه الجمعيات وأكبر من حاجة الفقراء، إنما طول ما حاجة الفقراء أدي الرقم دوت 1000 مرة ستظل هذه الظواهر مستمرة وستستمر. نتمنى أن نرى مصر بدون تسول. وفي نهاية الحلقة بشكر ضيوفي، عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبد الله النجار، شكرا يا فندم، وأستاذ المحاسبة المساعد وخبير الضرائب الدكتور نبيل عبد الرؤوف، شكرا يا فندم، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده، شكرا. أما بالنسبة للجمهور فتصبح على خير، نتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله.